متابعة المفاوضات بين الحكومة اليمنية والحوثيين. ينضم إلينا من القاهرة محمد المخلافي الكاتب والمحلل السياسي. أستاذ محمد، لما تدخل الحكومة اليمنية معركة جديدة أو ربما مفاوضات وجولة جديدة إذا كان الطرف الحوثي عادة ما يخالف هذه الاتفاقات؟ لماذا؟ مساء الخير عليك وعلى جميع المشاهدين. حقيقة هذا التساؤل مطروح في كل الشوارع اليمنية بمختلف المناطق، سواء تحت سيطرة الميليشيات الحوثية أو في المناطق المحررة، لكن الشأن اليمني يبدو واضحا بأنه لم يعد يهم اليمنيين فقط، ولم تعد الإرهاصات المتعلقة بالملف تتعلق بالقرار اليمني لوحده فقط. هناك ضغوط على الإقليم ممثل بدول التحالف العربي، هناك ضغوط على الشرعية اليمنية، وهناك يعني نوع من الإرادة الأممية بأن تظل هذه الحالة من المراوحة مستمرة، لأنه تمثل لها مصدر دخل اقتصادي كبير. ومثل ما تحدثنا سابقا كثيرا بأن الأمم المتحدة أصبحت شريكة فيما يجري، لم يعد الأمر يتعلق بالميليشيات الحوثية لوحدها، هي تسيطر أقصد بالميليشيات على الموارد المالية. إذا كان كما تقول يا سيد محمد دخل الأمم المتحدة تستفيد من المساعدات. طيب إذا كان كما تقول أنت يا سيد محمد، الطرف الأممي يدخل في سياق المشكلة ليس وسيط ولكن طرف كما ذكرت، لما تثق فيه الحكومة اليمنية أم هي مجبرة على ذلك الآن؟ الأمر يحتمل يعني الشيئين أو الرأيين في نفس الاتجاه. الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة الخارجية تماهت كثيرا مع الأمم المتحدة وسكتت كثيرا ولم تكن بالقوة المطلوبة من الشارع اليمني ومن الجبهات التي كانت مشتعلة، ومن أهم هذه الجبهات محافظة الحديدة وبالمقاتلين الذين يؤيدون الشرعية ويتحركون لتحرير هذه الأراضي. لم يكن الطرف المفاوض ممثل بوزارة الخارجية ووزير الخارجية الذي استقال خالد اليماني بالقوة الكافية لطرح وجهة النظر اليمنية وطرح المشكلة المتعلقة بحرب اليمنيين مع الميليشيات الحوثية الإيرانية. الرئاسة اليمنية استاءت من هذا الأداء كثيرا، ويبدو أن هناك حدثت ضغوط على وزير الخارجية أدت بالنهاية إلى استباقه للأحداث أحداث إقالته، واستقال هو بنفسه وما زالت يعني هذا ما كنت أشير إليه مطروحا لاختيار طيب. وزير خارجية مارتن آخر قوي. أكمل هذه النقطة فقط طفل. الرئاسة اليمنية ذهبت وأرسلت رسالة إلى الأمم المتحدة تشكو استياءها من أداء المبعوث الأممي مارتن جريفيث، ورأينا بعد ذلك أن الأمم المتحدة بعثت بمستشارة الأمين العام للشؤون السياسية لإقناع الشرعية بالاستمرار في هذه العملية، وها هي العملية تستهل من جديد. هذه هي ما كنت أشير إليه، ازدواجية في المعايير الثقة وغيرها في آن واحد يا سيد محمد. مارتن جريفيث غدا في الرياض، هل ينجح في مسعى للوصول إلى أي اتفاق ينهي حالة الحرب الدائرة في اليمن أم لا؟ الأحداث المتسارعة والانتهاكات الكبيرة التي حدثت خلال الأيام الماضية سيتلوها الآن إحاطة جديدة خلال أيام للمبعوث الأممي لمجلس الأمن، وسنكتشف من خلالها مدى صدق الالتزامات التي أو الضمانات التي منحتها الأمم المتحدة للرئيس اليمني من خلال زيارة الموظفة الحكومية. ويعني ستكون العيون على هذه الإحاطة بشدة. هل سيقول مارتن جريفيث للعالم بأن الميليشيات الحوثية ترتكب انتهاكاتها الآن في أجزاء واسعة من محافظة الحديدة وتحاول اختراق هذا الاتفاق وهذه الهدنة؟ هل سيقول له بالأزمة الاقتصادية التي أعلنت عنها اللجنة الاقتصادية وبأن الميليشيات الحوثية تضارب بالعملة؟ هل سيقول له أو سيقول لهم من خلال هذه الإحاطة عن أن الميليشيات ارتكبت جرما كبيرا بحق الحقوق والحريات بالإعلان بالحكم بالإعدام على 30 مدنيا من الناشطين ومن المعارضين للميليشيات الحوثية داخل صنعاء، واستنكرت ذلك
معظم منظمات الأمم المتحدة، هل سينقل هذه الأخبار مارتن جريفيث من خلال إحاطته لمجلس الأمن ليبين للعالم ما يجري؟ هذا ما سيجعلنا نحكم على صدق النوايا ومدى قوة عودة العملية السلمية أو المفاوضات التي مزمع أن تستمر خلال الأيام القادمة. محمد المخلافي الكاتب والمحلل السياسي ضيف الغد من القاهرة، شكرا على كل ما تفضلت به.